السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من تحديات فانوسي. صديقنا فانوسي سوف يعطينا اليوم معلومه مفيده وسيطلب منا المشاركه في تحدي مميز حول بر الوالدين. فلنشاهد سويا فانوسي ونتعرف على موضوع هذه الحلقه. مساعده الوالدين وتقديم العون لهما في جميع الاعمال، ومن البر ايضا تبسمك لوالديك والحديث معهما بكل أدب. مثلا لا يجب الصراخ بوجههم أو حتى قول لهم أوف. كيف أكون بارا بوالدي؟ أولا أطيعهما فيما يأمران به، ثانيا أبحث عما يرضيهما ويسعدهما فأفعله، ثالثا أدعو لهما، رابعا أكون ابناً صالحاً ملتزماً بالفرائض ناجحاً لكي أدخل السرور إلى قلبيهما، خامساً أبادلهما حلو الكلام والابتسامة في وجهيهما. ما ثواب بر الوالدين؟ بر الوالدين من أفضل الأعمال وأحبهما إلى الله تعالى، ويجزي عليها الكثير من الخير. هو سبب من أسباب مغفرة الذنوب، وهو سبب في العمر الطويل وكثرة الرزق، وسبب من التوفيق في درب الحياة والنجاح فيها. كما أنه من كان باراً بوالديه يكون أبناؤه بارين به أيضاً. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. أحترم أبي وأمي، فلا أرفع صوتي فوق صوتهما، ولا أغضبهما، ولا أقلق راحتهما. أطيع والدي وأتبع نصائحهم، فتجربتهما في الحياة تفوق تجربتي، وأدعو لهما فأقول: ربي يرحمهما كما ربياني صغيرة. فأمي وأبي تعبوا كثيراً حتى يربوني أنا وإخوتي، فنحن يجب علينا ألا نغضبهما ولا نفعل الأشياء غير المحببة لهما. فعلاً بر الوالدين خلق مميز. والآن ما رأيكم أن نستمع إلى أغنية رمضان جاء؟ رمضان جاء ودق باب قلبي، أرجوك يا رب حقق طلبي. فأنا دوما أحتاجك في وقت الضيق، فساعدني بكل خطوة وطريق. أرجوك يا رب حقق طلبي، حقق طلبي يا الله. يا رب لوجهك نحن صمنا وقمنا، الله يا رب لا تؤاخذنا إن غفلنا، الله ضاقت بنا فنسألك الجنة، وارزقنا صبرا جميلا جميلا. ما شاء الله، أداء جميل للأصدقاء في الأنشودة. والآن فلنستمع إلى تحدي اليوم من فانوسي. التحدي: أخبرنا ماذا فعلت اليوم لتبر والديك. لا تنسى، ننتظر مشاركتك على الواتساب على رقم فانوسي 00961713688819. في هذه الحلقة تعرفنا مع فانوسي على أهمية بر الوالدين،
وطلب منا فانوسي المشاركة في التحدي عن طريق تصوير فيديو. أعطى هدية صغيرة لأمي أو أبي. لا تنسوا ترسلوا لفانوسي مشاركتكم عبر تطبيق الواتساب. وطبعا يوجد جوائز. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.